العبد الثالث والعشرون، مجلة بيم أربيا. مقالة بعنوان كتاب البيم وإدارة البناء للكاتب براد هاردن ديف ميسكول، عدد الصفحات 408 صفحة. سوف تستكشف مهام البناء الهامة مثل تقدير التكلفة والاستدامة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الكتاب ينظر أيضا في نماذج إدارة المرافق ويقدم صورة واضحة عن كيف يمكن للأدوات والتقنيات وسير العمل إفادة كل تخصص. دليل التكامل الكامل، ويضم المشورة العملية والأساليب واختبار المشروع وسير العمل والدروس لتنفيذ نمذجة المعلومات البناء والتكنولوجيا في البناء. تم تحديثه ليتوافق مع أحدث إصدارات البرمجيات من أوتوديسك، تريمبل أند بنتلي، ويوفر هذا الكتاب نهج الحس السليم للاستفادة من بيم لتوفير قيمة كبيرة طوال دورة حياة المشروع. ويوضح هذا الكتاب نهجا يركز على النتائج ويظهر لك كيفية دمج البيم وتقنيات الأخرى في جميع مراحل إدارة البناء، مثل تخطيط المشروع بروجكت بلانينج، إعداد مشروع البيم لنجاح من البداية باستخدام العقود الصحيحة والعمليات الصحيحة والتكنولوجيا المناسبة، التسويق ماركتينج، كيفية تجاوز توقعات العملاء وتسويق العلامة التجارية الخاصة بك للفوز، ما قبل البناء بري كونستراكشن، اتخاذ نهج عملي لهندسة المخاطر في المشروع الخاص بك عن طريق استخدام نموذج في وقت مبكر لبناء وتحليل المشروع الخاص بك قبل البناء المادي. البناء Construction، الاستفادة من النموذج في جميع أنحاء البناء لبناء أكثر أمنا ومع نوعية أفضل. العمل الميداني Field Work، تعرف على كيفية استخدام تقنيات الجوال للطريقة التي نعمل بها في هذا المجال لتحسين الكفاءات والوصول إلى المعلومات بشكل أسرع. الإغلاق Close Out، تقديم منتج أفضل لعميلك يتجاوز البنية المادية ويهيئها بشكل أفضل للعمليات المستقبلية وتشغيل المبنى. بالإضافة إلى ذلك يقدم الكتاب نظرة على اتجاهات التكنولوجيا في البناء ومنظور مدروس في حالات الاستخدام المحتملة في المستقبل. البيم وإدارة البناء، الطبعة الثانية، يبني على ما تغير في مشهد البناء ويسلط الضوء على طريقة جديدة لتقديم المشاريع. تمكين بيم، التوافق مع اتجاهات الصناعة مثل العجاف وطريقة وطرق التسليم المتكاملة ومنصات متحركة والتعاون القائم على استحابة. ويوضح هذا الكتاب كيفية استخدام بيم والتكنولوجيا بكفاءة يمكن أن تخلق قيمة.